الآن وحصرياً استديوهات أهمسة ابتدع بدع القواصي يا سلام الله السلام في سمو والعز نوره جاتنا بنت الكرام تخرج نوره اللي قمة العليا لها قدر ومقام نوره اللي في وصايفها طوارق تهيب نوره اللي في وصايفها طوارق تهيب نوره اللي في وصايفها طوارق تهيب ابتدى بدع القوافي يا سلام الله السلام في سمو والعز نوره جاتنا بنت الكرام نوره اللي قمة العليا لها قدر ومقام نوره اللي في وصايفها طوارق تهم نوره اللي ما يشابهها سوى بدر تمام نوره اللي حققت في جهدها حفل عظيم وهيلها البغداد ترسل الورود وسلام لأمك اللي طبعها الطيب من وقت قديم دامها دكتورة انحزت من العلم الوسام لك نبارك يا نبينا عدد ما هل مغام بعد جن واجتهاد ومسافة ودوام هلت الافراح يا بنت مزمن الغريم بنت حر سيرته فالوفا بنت الكرام ناصر اللي كان داربه على النجم زويم وهيله البغداد ترسل لك ورود وسلام لامك اللي طبعها الطيب من وسط قديم وامها كانت سنادها مثل نور الظلام وفاطمه تستاهل المدح يا بنت السليم فاطمه بنت الرجال العليمه والحشام تفتخر في بنتها كل ما هب النسيم وانت يا نور الفخر ولا فيها كلام والسليم عزوتك مزها المد العظيم وهيلها البغداد ترسل لك ورود وسلام لامك اللي طبعها الطيب من وقت قديم نعم والله في سموك يا عالية المقام والمشاعر والتهاني عساها تستقيم وهيلها البغداد ترسل لك ورود وسلام لامك اللي طبعها الطيب من وقت قديم تقول اليوم يا بنت ناصر لا لمام يا عسى مبروك يا اللي بها حرفي يهيم ابتدى بدع القوافي يا سلام الله السلام في سمو والعز نوره جاتنا بنت الكرام نوره اللي قمة العليا لها قدر ومقام نوره اللي في وصايفها طوارق تهيم نوره اللي ما يشابهها سوى بدر تمام نوره اللي حققت في جهدها حفل عظيم وهيلها البغداد ترسل لك ورود وسلام لامك اللي طبعها الطيب من وقت قديم دامها دكتورة انحزت من العلم الوسام لك نبارك يا نميرة عدد ما هل غام بعد جد واجتهاد ومسافة ودوام هل تعرف راح يا بنت مزمن الغريم بنت حر سيرته فالوفا بنت الكرام ناصر اللي كان داربه على النجم قويم وهيلها البغداد ترسل لك ورود وسلام لامك اللي طبعها الطيب من وقت قديم وامها كانت سنادها مثل نور الظلام وفاطمه تستاهل المدح يا بنت السليم فاطمه بنت الرجال العريبه والحشام تفتخر في بنتها كل ما هب النسيم وانت يا نور الفخر ولا فيها كلام والسليم عزوتك مجدها المجد العظيم وهيلها البغداد ترسل لك ورود وسلام لامك اللي طبعها الطيب من وقت قديم نعم والله في سموك يا عالية المقام والمشاعر والتهاني عساها تستديم وهيلها البغداد ترسل لك ورود وسلام لامك اللي طبعها الطيب من وقت قديم تقول اليوم يا بنت ناصر لا لمام يا عسى مبروك يا اللي بها حرف يهيم هيلها البغداد ترسل لك ورود وسلام أو من خارج المملكة ودول الخارج.